بين قتلى وجرحى عاش سكان أحد المباني في مدينة خاركيف الأوكرانية واحدة من أحلك ليالي الحرب. شهود عيان أشاروا إلى أن الصاروخ استهدف مساكن إيواء لنحو 50 مواطنا. حدثت فرقعة هائلة ثم غيمة رمادية، سمعت الناس يئنون، لم يتبقى شيء من النوافذ، ثم بدأ الدرج ينهار وبدأ الناس يحاولون مساعدة بعضهم البعض. وأشار رئيس بلدية خاركيف في وقت سابق عبر تليجرام إلى سقوط قتلى وجرحى. أصاب صاروخ من نوع كاليبر المهجع المؤلف من 3 طوابق، نحو 30 شخصا كانوا في المهجع وقت القصف، بينهم أطفال ومتقاعدون. الرئيس فولودومير زيلينسكي نشر فيديو للمبنى المدمر منددا بالهجوم الذي وصفه بالخبيث وغير المبرر، معتبرا إياه دليلا على يأس المعتدين، وتوعد بالثأر لضحايا القصف. أما وزارة الدفاع الروسية فزعمت أن الهجوم استهدف مستودعات ذخيرة ووقود للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف.